One love, y'all, cause we're together. United. Aloha, New Day, New. Love. اليوم فين غادي؟ اليوم وانا رجع الخطوبة. The big day. أمشي إن شاء الله شد الطريق أريدي أخت مروان و... وراجلها ولانا ولك شي خرجوا سبقونا هلا سبقونا مريوان والله يقولها راسك لا قولها بعلاج زي ما شاء الله علاش علاش والله علاش من سبعة ديال الصباح وهي كت ملعب ماشي السبعة مع تسعود مع تسعود مع تسعود من تسعود دخلت كندوش كان مشت شعري باش تعرفوا راه اللي عنده كيرلي هير it's so hard people they think curly hair is easy it's so hard to have a curly hair هي بصح والله الا بصح anyways باسكو درت ماسك درت بلان تروك داكشي 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 انا اللي عروسه اليوم anyways لا لا بصح علاش تعطلت ابار دو جو داكشي حيتاش تجلات ليا واحد نورمالمون لي اكسسوار لي كورديين عندي كنحطهم في الدريسن روم في واحد البلاصه دابا ملي بغيت نديرهم ما لقيتش هذوك الجوج اللي بالضبط انا بغيت ندير ما لقيتهمش وكنت اظن درتهم هذه واقيلا شي شهر ولا شهرين باش كان العرس ديال ولد ابو طارق كنت درتهم وما عرفتش دابا المهم ما لقيتهمش مروان قال كيقلب معايا ما لقيتهمش كنقول اسماء ياك ما كاينين في دارك واخا انا عارفه ما كاينينش في دار اسماء مي غير قلت لها اون سي جامي يو نيفر نو كنقلبوا عليهم عاشي فريمون ما لقيتهم فينالمون درت هذه بلاش نوريكم هذه هراميه ياك مريوان هذه شريتها من هرمان درت هادي سابل واخا هي ما جاتش زعما 100% معها مي كيما كنقول لا ما لعبتش ولا لعبه ميك اب اول مره في التاريخ ندير شي ميك اب وعجبني راسي فيه دونك مروه كنخربق فيهم ولكن عاد شي واحد المعاناه اللي عانيتها باش كنت باغا نصبر ليهم زعما من الاول ولكن عاد واحد المعاناه اللي عانيتها وانا كندير ميك اب او ماي جاد انا بعدا باش كنقول كندير ميك اب مروه ما خصهاش يهضر معايا كنحس براسي بحال اللي كيدرونجني شي واحد كيقول شوف واحد الفيديو ما شاء الله اميزين anyways لبست لبسه كردية علاش حيت الصراحة كاع داكشي اللي عندي مغربي عندي غير واحد القفطان داكشي لي سبيسيال باغ كونطخ داكشي الاخر ماشي شي سبيسيال لا 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 شي مناسبة بحال هكا جون غير ديال العيد عندي قفطان غير ديال صباحة العيد ولا دي بابيون دوك الفراشات دي بابيون دوك الفراشات لي جون فريمون كتلبسيهم غير نهار العيد في الدار وداكشي ماشي جون تحضري بيهم دي كل لبست هادي تاني مرة غنلبسها مريوان هادي ديال امتى مريوان ديال امتى هادي ديال العرس ديال عرسنا هادي كانوا صايبو عليا لا فامين ديال مريوان خصيصا لعرسي فيري سيمبل انا اللي كنت اختاري التيسيو داكشي كامل قلبت على واحد البيج في انستغرام صافي دونك فريمون سامبل شوف راه لبسه الكردية فيها ثلاثة ديال الطبقات فيها سروال مع التحت هذا هذا باش هادي اللي كيكونوا كمام هكذا هذا باش كيجي هاد اللوغو ولكن عندهم ثلاثة ديال الأنواع لا أربعة ديال الأنواع مختلفة كاينة وحدة كتجي سامبل عادية وكاينة اللي بحال هادي كاينين دوطخ كاينة بالجيلي المهم أنا المهم عندي بزاف فريمون عندي بزاف ديال لبسات الكردية أكثر من لبسات المغربية أون فيت اختارت اليوم هادي فيري سيمبل أسماء أوسي غادي أبارهاب أسماء لبسات تكشيطة ديال جدة ديال أمي مت ماما كنقولها لها أمي ومسكينة هي مسكينة سي هاي علاش بوقة مامي انت فقتي مسكينة آخر وحدة فايقة مسكينة لبست الكسيوة اللي لبستها في هير بيرثداي مع الشوز اللي جابت لها صاحبتي في لانيفرسير وصافي هذا ما كان أو مريوان قلت لها نخلي لها شعرها مطلق قال لي شنو قلتي لي ندير المسكينة غورينات 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 كيقولوا مريوان غورينات anyways دونك صافي هادشي اللي كاين اكسايتد انا نمشي للخطبه ديالهم اول مره غنحضر شي خطبه فاش كنت في كردستان كنقول لهم واش ما كاينش شي عرس واش ما كاينش شي خطبه وما كاش با كونط اسماء عندها لا شونس باسكو فاش كانت في كردستان مشات بزاف ديال لي زوكازيون دونك صافي نشوفوا داكشي كيفاش دايروا غنتعرفوا على التراديشن ديال اكراد في الخطبات وداكشي اون توكا هو نهار عادي في الدار اكسيتيرا مي غتكون لا فامي دونك كيب اب ويز اس حتى نشوفو شنو غنديرو اليوم مروان مسر زوين انا واه Proceed to the route I'm so in love I'll turn left onto Moorland Road Thank you.
then the destination is on your right. شوفوا البزات داكشي طا ديال الجدادة المهم المهم جيت حنا كنقولوا العيديه علاه انا زعما حيت انا حاجه عاجله علاش حيت انا ديما كنطلبها كنقولها عطيني هذه وفي الاخر صفطاتها الأزمة ونهار شفتها تشوكيت واخا عليك امي واخا عليك كنت كتجيبي في البداية شحال احفاد انا احسن وحده عندها انا وسيمو انا وسيمو انا وسيمو حلمي حلمي الله يحفظك هو الوحيد اللي ما لابس كردي اغلب هي لابسين كردي قول لي علاش ما كتبغيش تلبس كردي عندك ميكوزوفي كاع ما كنتي باغي ديرها كردي المهم صافي قلت لكم رجع نبقى ولتحت ودار لكم اليوم الخطوه ديال الزواج سمعتوا كيقول لكم اني كاع حوت من كاع داك الشيء ما كتعجبني بزاف ما جايينش شوف كي كيتصوروا ما تنعناش بس اكو صورنا توغيدر انيويز دونك صافي هاد الشيء اللي كاين ابخي هبطنا باش نمشي نطلع يصور لافون يسولها واش بغا تزوج بيه ولا لا ياك واكيد موافقه هادشي كامل راه عارفين اش ابخي مارت كلينا الروز والدجاج واللوبيا ديالو هما اجي باش نصور كاملين دابا اوف كورس صافي دونك هادشي اللي كاين لو غيست جالسين هنا هادي اخت مروان بايمان اي يا ولاد امجد واي فيديو صافا صافي Cause it's playing in my head. Every word that you said, I ain't worked it out yet.
مبروك مبروك.